أكتر سؤال خطر في بالي. أنا ليه لما هربت ما جيتش عشت معاكوا هنا؟ ليه عملت كل اللي عملته ده وما فكرتش إن أرجع أعيش معاكوا هنا تاني؟ عارفة ليه يا سمر؟ عشان طول الفترة اللي فاتت دي كنت عارفة إن إحنا مش إخوات. إحنا شركة في حاجة واحدة بس. هي الأب. كنت دايما اقول ان امي واحده تانية غير امكم، حتى لما كان اي حد فيكم ضايقني بكلمه ولا يتخانق معايا كنت بقول عندهم حق، احنا مش اخوات شقق. الفتره اللي فاتت خلتني احس ان عندي 100 سنه. افتكرت بابا الله يرحمه لما كان بيخاف عليا، كنت بتضايق قوي لما كنت احس انه بيعاملني على اني عيله صغيره. نفسي الايام دي ترجع تاني. نفسي الاقي حد يقول لي ده لا وده اه. نفسي الاقي حد يخاف عليا زيه. عارفة أنا كنت لما ببص في عينيه بحس بإيه؟ بحس إني ماسكة الدنيا كلها. بحس بالأمان وراحة البال. الله يرحمك يا بابا. ساكتة ليه؟ حاول ان انا خنت كل حاجة اتعلمتها منه. ده لو كان موجود كان زمانه اتبرى مني. ليه بتقول كده؟ عشان عملت حاجة غلط. لو كان عايش كان زمانه ود الدنيا عشان ما تحصلش. انا كمان زيك بستغرب اخواتي ليه ما قالوليش لا. كل واحدة فيهم قالت الكلمتين اللي قدرت عليهم وسكتت. ليه مفيش واحدة فيهم مسكتني من شعري وقالت لي مش هتخرجي من البيت ده لأنه مصلحتك كده، مش هتتجوزي الراجل ده مش عشان وحش أو مش مناسب ليكي، لأ عشان ابنه بيحبك انتي. كده هتحطي نفسك في مطحنة ودايرة مش هتعرفي تطلعي منها خالص. الوحيد اللي كان ممكن يعمل كده هو بابا. كنت هصرخ فيه، كنت هقوله لا، كنت هقوله انا حرة مالكش دعوة انا اعمل اللي انا عايزاه، بس انا كنت واثقة انه ما كانش هيسمع كده. هيسمع الكلام ملوش نفسي يسمعه خالص، بس كان هيحمي. مش هيقول لي كلمتين ويرميني وسط البحر. كنت هقول له انا بحبه، كان هيقول لي غلط. كنت هقول له انا هتجوزه غصبا عن اي حد، كان هيقول لي مش هيحصل. كان هيحميني بجد، كان ممكن يقتله ويموته، بس عشان حياتي تبقى سليمه وما اخسرش منها ثانيه واحده. أنا بجد محتاجة يا بابا أوي، محتاجة أوي في حياتي.